أنا حاليا متأخر على موعدي، وموعدي بغير مدينة، بس يعني حد لسه بعدي ما مستوعب إنه أنا متأخر، فدا مشط شعري عادي. حلوش سترة وتيشيرت وبنطلون، يلا أنا جاهز للموعد. أوه شنو؟ ايش قد فكاهي، ايش قد فكاهي. بعد 50 دقيقة هذا الفيديو يخلص والباتري 78%. راح أخذ ريسك إنه أخذ الكمبيوتر بالسيارة، بس أتصور راح ينطفي ما راح يلحق. هاي وجهي من أركز إنه لازم ماكو شيء يوقع من إيدي. انه بتعال صاير فلوجر، لازم كاميرا ايد كامله بس على مود كاميرا. شلون اعلمك الحنيه خاف وانت عليا. هذا المصعد راح ينفتح هسه. ليش 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 يا جاره ما تردين السياره؟ ليش 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 يا جاره ما تردين السياره؟ جاي تخيل اذا حبيبي ماجد المهندس يسوي فلوجات، اول ما يبلش حبيبي صباح الخير صباحك فل. لحظه جتني مكالمه تناديك ليالينا. شنو رايح السينما بدوني؟ انا بلياك اذا. وناخذ الطريق الى ابو ظبي، واللابتوب جاي يشتغل، جاي يسوي لكم الاكسبورت مال الفلوج، والكمبيوتر راح يحترق هسه. اوكي عندي حاله طوارئ، الكمبيوتر مالتي التشارج مالته راح يخلص، وما بقى على الاكسبورت بس دقيقتين، فما اريد ينطفي، لان اذا ينطفي راح يروح شغل مال ساعه ونص، لازم اعيده كله من جديد. يلا على السريع، يعني بس احتاج اشحن 5 دقائق. فجت لهاي بنزينخانه، لابتوب جاي يشحن، عصفورين بحجاره، راح اشرب قهوه. شنو؟ الفيديو سوى اكسبورت، خلصنا نقدر نكمل الطريق. اكتشفت مكان جديد اقدر احط فيه التليفون مالتي واشغل جوجل مابس. باعوا شلون لازم؟ باعوا. يعني شنو؟ وورا ساعتين طريق وصلت لابو ظبي، عندي موعد سريع. طبعا كنا نقدر نختم هذا الموعد بمكالمه، بس الواحد من يلتقي بالحقيقه تكون الاجواء احسن والافكار تعدي اسرع، والكونتاكت كلش مهم بالمواعيد. لا تستغلون الانترنت والسكايب والهانج اوت عم تسوون، يعني اوكي اذا بامريكا وانا بدبي اوكي يعني استعمل التكنولوجيا، بس اذا انتم قريبين حتى لو ساعتين طريق مو مشكله، خاصه اذا هذا الموعد وشخص يستاهل. ميتنج طويل بس ناجح، وهسه راجع دبي ساعتين طريق، وهاي الباب راح تنفتح هسه. حطيت لكم جو برو، راح تصور لكم كل 30 ثانية صورة، وراح تشوفون هسه الطريق شو بسرعة راح يبين. يا بعيوني الكحيلة يا عيدك الجميلة، يا بعيوني الكحيلة يا. تصور استحقيت كيكة وقهوة اليوم. جايين نختار الكيك الصحيح. انا مشكلتي من اسوي شيء لو اسوي 100% لو ما اسوي، يعني مثلا اذا بديت بالجيم راح تشوفوني 4 اشهر فل جيم، وكل تركيزي والاكل كله على الجيم وعلى الاشياء الصحيه، واذا فجاه سافرت اسبوع والروتين مالتي تغير بعد يعني يراد لي فت سنه يلا ارجع، لان الروتين الجديد يصير كباب كباب كباب. وهم اذا بلشت بالكباب لازم ابقى 100% على الكباب، لان انا يعني من النوع الوفي يعني. اليوم راح اعلمكم شلون تقلبون اكله فرنسيه الى اكله عراقيه. واقدم لكم تشريب الموطة بالشوكليت. هوهو انه لذيذ، انه لذيذ. شنو ليش بالدعايات دائما يحكون عربي فصحى؟ يعني انا ما اذكر يوم من الايام امي سوت لي تشريب باقلة وقلت لها ماما ان تشريب الباقلة جدا لذيذ. انا مين يسوون دعايه ويحشون بيها مثل الناس الطبيعيين يحشون بيها، اروح اشتري مثلا يا باكلنا باميه ذاك اليوم الا تموت الا تشوك. اكو بنيه على الواتساب قالت لي انت لازم تكون انسان كريم، يعني باع جاوبتها. انا حاولت اكون كريم بس بالولاده سموني لؤي. طرطا طرطا طرطا. لا تقولي لي لا تطلعني، خلاص طلعتي بالفلوج والكل يشتاقون لك والكل يحبوك، وانت ليش ضامر روحك؟ هلو هلو. اللقطه اللي استوكم شفتوها راد اعيدوها فراح نعيدها. هلو. طبعا لؤي يخبلنا كالعاده. شلون يخبلنا يعني؟ اصدق اريد اقول لكم شغله على لؤي. لؤي
قد ما هو مهتم بيكم. اي دمرني في السؤال طبعا. طبعا كل جديات كرمت عليه. اي شنو سؤال كان؟ يسألني سؤال نفس السؤال. اوكي زينب شنو لازم اسوي برمضان؟ شنو لازم ما اسوي حتى ما اضايق الناس خلال الصيام؟ بالضبط لان اول فلوقات الي اول بس احتراما للمسلمين والناس انها تكون صايمه حتى يريد يصوم على الاكل بالبلوج. اهي يعني اول فلوقات الي برمضان وما اعرف شو راح اسوي بس تدبر قلت له اي هم يشوفوا ورا الفضوح وما يتذاقوا منه فعادي وكل. خب هاي 24 ساعه ساكته ملك هلو شنو مو تنزل على الفلوج اي صورت بس ما ادري شلون اسده. مع السلامه مسيطر بزنس. اهم شي شنو حتى خالته تخابره وتقول السناب وينه يعني شنو شنو حتى قلاص العصير مرهم ويا البنطرون. انا اقدر اشرح لكم على شهد وزينب بس خلي صابر الرباعي هو يشرح لكم. قوية مو قوية لا الفكرة قوية يعني شنو صابر يحكي شنو من اجت من اوروبا النساء عندهم حرية مو طبيعية ومتحررات وعندهم قوة وتقريبا بمستوى الرجال بالشغل وبالبيت تقريبا حتى باوروبا بعد اكو يعني هزازيات. من اجت هنا كنت ماخذ نظرة ما اعرف هي صحيحة او لا انه المرأة العربية بعد ما متحررة وصوتها مو 100% طالع وما عندها كل الحقوق مثل الرجال. فقضيت سنين من حياتي هنا اسأل نفسي هل هذه المعلومة صحيحة او غلط. فوجود زينب وشهد بحياتي وقعوا هاي النظرة ولو هن ماكو هواية من عدهن لهذا انا كلش معتز بيهن بس فرحان بوجودهن لان عدهن صوت بارز وصوتهن لا هو صوت مال ميك اب ولا هو صوت مال فاشن ولا لا هو صوت المرأة بكل صفاتها بجمالها باحساسها بافكارها بالالام مالتها. بالدنمارك نزل ارتكل يقول انه نساء من قد ما صارت عندهم قوة بالمجتمع الرجال قاموا يتحسسون ويخافون على رجولتهم. وحتى اليو ان بوبليشن فان طلع تقرير انه بكل العالم كل ما المرأة صوتها يصعد وكل ما رتبتها بالشغل تعلى تسبب خوف عند الرجال. يعني تخيلوا باوروبا بالشغل الرجال قام يخاف على الشغلة لان المرأة صارت بقوتها واحنا عندنا المرأة من تنكتل بالبيت وتروح لاهلها اهلها يقولوا لها سكتي لا ناس يسمعون. يعني مرتك من الصبح قاعدة تسوي لك مرقة فاصوليا تضربها شنو؟ يعني هسه عندنا بالضبط حالتين والحالتين غلط، لا الرجال لازم يخاف من المرأة ولا المرأة لازم تخاف من الرجال. هسه أكيد تقولوا لي وير إز ذا باتر؟ يعني وين الزبدة؟ هذني البنات ركضوا أكثر من عندكم وأكثر من عندي على مود يوصلون للمكان اللي هم بيه ورسالتهم بعده متواصلة وبعدهم جاي يركضون وأكو تيار بداخلهم يجري تيار ما بين القوة السعادة الطموح والحزن والألم بنفس الوقت لأن ماكو أي رسالة تنحمل اليوم إذا ما بيها قطرة من الألم أو أحد شايف ضيم أو فاهم المجتمع بطريقة معينة ويريد ينشر رسالة معينة. فأرجوكم انضموا لهذا التيار مهما كنتوا أنتم نساء أو رجال أو حتى بزازين معو أي شيء أنتم حاولوا تدخلون بهذا التيار. خلوا النساء يتوازنون ويا الرجال. كل اللي أنا أرد أقوله أنه أنا شفت المجتمعات اثنين هنا بعيني ومدى أشوف أي شيء يخلي المرأة الأوروبية أفضل من المرأة العربية وبالعكس المرأة العربية عندها إحساس أكثر وحنية أكثر وعاطفية أكثر. وخلوا ببالكم إذا أنتم ضد الحكي اللي أنا دا أحكي بيه خلوا ببالكم إذا المرأة ما تستاهل ما كان كاظم الساهر غنى طول حياته على مدهن. وهذا الفلوغ راح ينتهي هسه. We'll be right back.